أنا عمر خلك أنا هنا داخل الإمارات 8 سنة. My name is إجاز محمد سليم. معكم نور الدين خبرة 16 سنة في مجال الحلاقة. دخل الإمارات أنا شغل 26 سنة كل خياط. هم أول شيء شارجة أين دخل أجمان. أنا اسمك أدمان محمد أكرم. أنا من باكستان. أنا شغل 17 سنة. قبل عيد صبح الساعة 9 بطل دكان لين في الليل بعد يوم العيد مشان سرلي بنى الدكان بعد 2 ساعة بعد افطر وبعد ساعة 2 بنت مشان إجازة هذا مالنا خياط في هذا كله في يعني كل يوم العيد هذا شغل في ملابس أي شيء في نفرات ديجي الحمد لله زين شغل في شوي قبل يعني أحين زيادة في شوي الحمد لله زين شغل يعني نفرة ديجي أول في أول آتي ملابس نحنا يعني مثلا يعني قبل واحد صبح يجي أربع يوم آتي آخر يجي يعني قبل ثلاثة يوم آتي قبل سيم سيم ما في الحمد لله شغل زين شوي بالنسبة ليوم العيد الشغل بيختلف على الأيام العادية ألا وهي الضغط اللي بيكون يعني على المحل من طرف الزبائن لأن الكل بده يحليك في نفس الوقت فهذا اللي بيختلف على الأيام العادية وبنشتغل ساعات متواصلة والحمد لله الامور ماشيه طيبه بنتحمل في تعب في هذا بس بنتحمل الامور في فرق حنيد شويه في زحمه بدري ما في شغل بدري شويه بس الحين في شويه شغل الحمد لله بدري ما في زياده شغل في يجي ناس شويه الحين ناس زياده شغل كل يوم نورمال عادي يوم انا شغل 5 نفر 6 نفر لكن يجي الحين عيد سوي شغل يمكن 40 نفر 50 نفر انا تعبان ما عندي وقت عشان هلاغ نفسي ما عندي وقت زين يمكن تسكر محل تصير بيت نوم ما عندي وقت لكن في نفرات ويجي ويقول اريد الحين حلك كيف سوي عشان في نفرات خلك مشان عيد ما في برايس فوق عادي سيم سيم قبل يعني خلك عادي برايس اذا نفر اعطي مشان عيد بالنسبه للامور الخاصه يعني انا في العيد يعني نحاول ناجلها لان بنكون متفرغين يعني للشغل والصالون استقبال الزباين فامورنا الشخصيه اللي هي البيت والاولاد وهي بناجلها والواحد بيكون تعبان بعد ما يخلص ثاني يوم العيد في نفرات ويجي داخل عيد حلاق والله لحي ما في شعر نعم زين بعد وقلت سوي ترتيب خنجر سوي مدرج كيف سوي بعدين سوي سبق سوي ترتيب بعدين سوي ترتيب بعدين سوي خنجر ومدرج سوي شيء عيد مبارك كله نفرات بس ان شاء الله نحب نهني بمناسبة العيد كل عام وانتم بخير ونعيما مقدما لزبائننا الكرام وعيدكم مبارك سعيد ما ينسى خلك مشان عيد مشكور عيد مبارك